أخبار الظهيرة من 218 نبدأها بأدرس عروي. حكومة الوفاق الوطني تشكل لجنة لتسيير تنفيذ الترتيبات الأمنية. جون كيري: جهود إضافية لمحاربة تمدد داعش في ليبيا. الحكومة المؤقتة تعقد اجتماعا لمناقشة الأوضاع في منطقة الهلال النفطي. أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل النشرة. قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مساء الأربعاء تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير الترتيبات الأمنية، وبحسب القرار فإن اللجنة ستتولى وحتى استكمال تشكيل الحكومة وضع وبدء تنفيذ الخطة المناسبة للهياكل والقوى الأمنية بما فيها الترتيبات الفاعلة للقيادة والسيطرة، وكذلك الإشراف على وضع خطة أمنية لتأمين المدن بدءا من العاصمة وبالتنسيق مع المؤسسات الأمنية ذات الصلة والموافقة على أساليب العمل وقواعد الاشتباك الخاصة بالجيش والشرطة والتشكيلات المسلحة، علاوة على الإجراءات التأديبية والجزائية ورصد ومتابعة تنفيذ وفاعلية الترتيبات المذكورة أعلاه ومعالجة أي قصور فيها. تؤول مهام اللجنة إلى لجنة رصد تنفيذ الترتيبات الأمنية المؤقتة المبينة بالمادة 37 من الاتفاق السياسي، وأصدر المجلس قرارا آخر حظر فيه على كافة الجهات التنفيذية والإدارية العامة بما في ذلك الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح وما في حكمها اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تغير في هيكلتها أو نظمها أو إداراتها أو إدارات الجهات التابعة لها أو المشرفة عليها أو ترتيب أي التزامات مالية على الدولة، ويقع باطلا أي إجراء تم بعد تاريخ الاتفاق السياسي المشار إليها يصدر بالمخالفة لأحكام هذا القرار. قال وزير الخارجية الأمريكية جون كيري إن تنظيم داعش الإرهابي يشوه الدين الإسلامي، مؤكدا أن التحالف الدولي حقق انتصارات عليه وأوقف تقدمه في العراق. وأضاف كيري خلال مؤتمر صحفي الأربعاء أنه يمكن توقع جهود إضافية لمحاربة تمدد داعش في ليبيا، مشددا في الوقت ذاته على أن إضعاف داعش وهزيمته هي الركيزة الأولى في الاستراتيجية الأمريكية. وتابع: التطرف ساهم في تفاقم الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، وداعش ساهم في تشويه مفاهيم دين عظيم، مؤكدا أن الانتصار عليه يتطلب عدة سنوات. واستطرد: قوضنا قدرات داعش في بيع النفط كأحد موارد تمويله، وسنهزم التنظيم في النهاية، والتنظيم هو تجسيد للشر وكل الدول المجاورة لسوريا والعراق ضده. وأكد كيري أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لإيجاد السبل لنشر الاستقرار والسلام في العالم، لافتا إلى أن حل أزمة البحارة مع إيران دليل على نجاح الدبلوماسية في إبقاء أمريكا آمنة. شدد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي على ضرورة الحفاظ على الدولة بوصفها العامل الرئيس لمواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أن جانبا كبير مما تعاني منه تونس من الإرهاب يعود إلى سقوط الدولة الليبية في براثن جماعات إرهابية مسلحة تستغل ما يقارب من 500 كيلومتر من حدود المشتركة بين تونس وليبيا في تسلل الإرهابيين وتهريب الأسلحة إلى الأراضي التونسية، مشددا على ضرورة تعاون كافة الدول في مواجهة الإرهاب. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي لعدد من رؤساء التحرير لوكالات الأنباء العالمية والعربية في إطار احتفال تونس بالذكرى 55 لإنشاء وكالاتها الوطنية الرسمية. قالت صحيفة كريستيانا ساينس مونيتور الأمريكية أن هدف تنظيم داعش الإرهابي من الهجوم على منطقة الهلال النفطي إفشال حكومة الوفاق الوطني،
وأضافت الصحيفة أن داعش لا يرغب بالاستيلاء على النفط في ليبيا والحصول على إيرادات جديدة، وإنما يريد أن يحرم حكومة الوفاق من عوائد أو يحرم حكومة الوفاق من عوائد النفط التي تحتاجها لتسيير عملها وتقديم الخدمات للمواطنين. ونقلت عن محللين قولهم أن تلك الهجمات أثارت المخاوف من أن التنظيم يسعى للحصول على مصدر آخر مربح لدخل مماثل لحقوله في العراق وسوريا، لكن يبدو أن لديه هدفا آخر طالما أنه بدأ بتفجير خزانات النفط ومرافقه ومهاجمة المدن والبلدات المحيطة بهذه المرافق على طول ساحل البحر المتوسط. وقال أيضا أن داعش ربما يخطط للحصول على عوائد نفطية في ليبيا في وقت ما في المستقبل، لكن الآن فإن هدفه الرئيس هو الحفاظ على ليبيا دولة فاشلة. بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري في برلين جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتأثيراتها الأمنية، كذلك التأثيرات الأمنية لأزمات المنطقة سواء في ليبيا أو سوريا، مع وزير خارجية ألمانيا فرانك شتنماير. المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد أوضح بأن شكري قدم عرضا شاملا للوزير الألماني عن التحديات الأمنية التي تواجهها مصر، لا سيما مع استمرار الوضع المتأزم على حدودها الغربية مع ليبيا واستمرار التهديدات الإرهابية في بعض مناطق شمال سيناء، معربا عن تطلع مصر لتفاهم الشركاء في ألمانيا لطبيعة تلك التحديات وما تتطلبه من تعزيز مجالات التعاون في المجال الأمني. أعدت هيئة التعاون الإيطالية حزمة مساعدات إنسانية لليبيا بقيمة إجمالية تصل إلى 1,400,000 يورو لدعم عمليات الطوارئ الأولية التي تقدمها المنظمات الدولية العاملة في البلاد. ووفقا لمذكرة لوزارة الخارجية الإيطالية، ستركز المساعدات على أنشطة حماية الفئات الأكثر ضعفا ومنع الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط، فضلا عن الرعاية الصحية للسكان. وعلى وجه الخصوص سيتم تخصيص مساهمة ب500,000 يورو لصالح اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتقديم المساعدات الطبية الأولية للمدنيين النازحين داخليا والمتضررين من النزاعات، وكذلك عن طريق الهلال الأحمر الليبي. أعلنت وزارة الخارجية النمساوية الأربعاء تحرير أحد مواطنيها ويدعى لاديبور من قبضة داعش ليبيا، مؤكدة وصوله إلى العاصمة فيينا بحالة جيدة. وبجانب النمساوي أطلق سراح مواطن صربي، كلاهما نقل في البداية إلى مالطا، وكان النمساوي فقد مطلع مارس من العام الماضي برفقة 6 أشخاص عقب هجوم إرهابي على حقل الغاني النفطي بمدينة زلة على مسافة 750 كيلومتر من طرابلس، ونقلوا منها إلى الشمال. وكانت بعض وسائل الإعلام النمساوية قد عرفت الرهين المحرر باسم داليبور. تمكن أفراد كتيبة 21 حرس حدود التابعة لقوات الجيش بمساندة قوات من شباب المدينة من إحكام السيطرة على نقطة تفتيش المعروفة بالستين. مصدر عسكري في غرفة عمليات جدابية أكد السيطرة على نقطة التفتيش التي كانت تحت سيطرة ما يعرف بمجلس شورى جدابية. يذكر أن عناصر الكتيبة 21 حرس حدود والمساندين لها من شباب المدينة قاموا بعملية التفاف على ما يسمى بعناصر شورى جدابية، وتمكنوا من السيطرة على منطقة الجنان التي كانت العناصر المسلحة تتخذها مستشفى ميداني. عقد مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة اجتماعه الأول لهذا العام برئاسة عبد الله الثني في البيضاء.
الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المالية ومدير عام الشركة العامة لتحلية المياه، اللذان قدما إحاطة بالأوضاع المائية والمشاريع المتوقفة والمتعلقة بصيانة محطات تحلية مياه البحر والحلول البديلة. وأوضح مدير عام الشركة الوطنية لتحلية المياه الاختناقات التي يواجهونها، وتقرر تكليف المؤسسة الوطنية للموارد المائية والشركة بإعداد دراسة وافية للمشاريع المستعجلة وتقديمها للمجلس في اجتماعه القادم. وأذن مجلس الوزراء للهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة بالاستعداد لموسم الحج القادم على أن يتحمل الحاج كافة تكاليف الحج، وأن يتم تغطية نصف تكاليف حج أعضاء البعثة. كما أذن المجلس لوزارة الصحة بمباشرة الإجراءات الإدارية لاسترداد الأدوية أو لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية على ألا تبرم العقود إلا بعد توفر التغطية المالية. كما عقد مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة أمس اجتماعا لمناقشة الأوضاع في منطقة الهلال النفطي. أعيان وحكماء منطقة الهلال النفطي أطلعوا الثني على الأوضاع في المنطقة بعد الاعتداء الذي تعرضت إليه من قبل تنظيم داعش، وخصوصا الأوضاع الإنسانية للسكان. كما تطرق اللقاء إلى الخدمات الضرورية والعاجلة التي يجب توفيرها للمواطنين للرفع من المعاناة التي تنقل أو تثقل كاهلهم نتيجة الاشتباكات في المنطقة. تعرضت محطة كهرباء شمال بنغازي إلى إصابات وأضرار مادية إثر القصف العشوائي، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بها خلال اليومين الماضيين، وهو الأمر الذي أثر سلبا على إنتاج الكهرباء في المحطة. وطالبت الشركة على إثره المواطنين بترشيد استخدام الطاقة. المكتب الإعلامي للشركة أوضح أن التوليد المتاح في المحطة أمس الأربعاء ضعيف ويصل إلى 580 ميجاوات في الشبكة الشرقية، مبينا أنه من المتوقع أن تبلغ الأحمال 1000 ميجاوات، لا سيما وأن الربط قد توقف مع الشبكة المصرية. وطالبت الشركة كل المواطنين بالتعاون لتخفيف الأحمال قدر الإمكان واستخدام الأجهزة الكهربائية الحرارية عند الحاجة الماسة، وذلك لترشيد الطاقة وتخفيف الضغط على الشبكة. استمرار سقوط القذائف العشوائية على مدينة بنغازي من قبل التنظيمات المتطرفة التي تستهدف الأماكن الحيوية المكتظة بالسكان. التقرير التالي والتفاصيل. دخان يعانق سماء بنغازي في مشهد أصبح اعتياديا بالمدينة، فالقذائف العمياء التي اعتبرت الأحياء السكنية هدفا أساسيا لها صارت مصدر قلق مستمر للسكان. طبعا القذائف العشوائية هذه مشكلة، مصيبة مش مشكلة، نحن نعانوا منها يوميا، حتى ونحن تو قاعدين في اللقاء هذا نسمع في صوت القذائف، كل يوم نسمع فيهم طايحة في مكان، يوم في حي السلام، يوم في المجوري، يوم كل يوم نعانوا منها في مكان، كل يوم نفقدوا في عائلات منها. القذائف تعودنا عليه، وانا الان هنا حاضر هنا وقعت قذيفة بالقرب من مكان اللي عندنا في أمسية شعرية. الحياة مستمرة والموت في يد الله سبحانه وتعالى. نحن صامدون، نحن مستمرون في الحياة اليومية في بنغازي، بنغازي العصية التي لا تموت أبدا. قذيفة تنفجر، دمار تخلف، وأضرارا لا تقتصر على الجانب المادي فقط، بل تصل آثارها لتنال من نفوس الأطفال، حيث صار الأمان هاجسا لديهم والوصول إلى مدارسهم كل أمانهم. بالنسبة لنا نحن كشعب ليبي مش نتكلم نقول انا بصف انه بنغازي وبس، ان لها تأثير خاصة على الأطفال، يعني الطفل ينوض على قذائف في يرقد على قذائف، وضع لا يطاق بالنسبة للوضع اللي قاعدين فيه هنا، فما بالك الناس المرضى اللي في المستشفى يعانوا بالنسبة لهم ناقص في الأدوية، اللي طالع بالسيارة نتاعه ماهوش ضامن حياته. أتمنى أن نمشي لمدرستي ويتوقف عن القذائف العشوائية ونعيش في أمن وأمان. ليست كل القذائف التي تسقط على شوارع بنغازي تنفجر، الأمر الذي يجعل منها خطرا قائما على أرواح الجميع.
لذا أطلقت الهندسة العسكرية لتفكيك الألغام العديد من النداءات والمنشورات بعدم التعامل مع أي جسم غريب والإسراع في الإبلاغ عنه. القذائف العشوائية ما يقارب عن 4 قذائف، والحمد لله كان فصيل الطوارئ غادي، والقذائف التي سقطت على المنازل لم تتفجر، كانت القذائف هي دانات هاوزر تأتي من أحد المحاور وتم تفكيكها من قبل فصيل الطوارئ. الحمد لله كان لا يوجد أضرار بشرية بل أضرار مادية. وعند الآن فصيل الطوارئ صنف الهندسة العسكرية مكلف في مدينة بنغازي للقذائف العشوائية، ولا أي بلاغ يأتينا من المواطن ودليل رقم بلاغات، لأن المواطن لما يبلغنا على رقم الموبايل أي في أي وجود قذيفة لم تتفجر ولا في أي حادث في أي كارثة تم سقوط فيها القذيفة يتواجد فيها فصيل الطوارئ اللي هو صنف الهندسة العسكرية. مدينة تتحدى الموت وتستمر في حياتها اليومية وبصورة عادية، رافضة بأن تكون أسيرة الخوف والمجهول الذي لا توقيت لديه في حصد الأرواح ونشر الرعب بين الأهالي. نبقى في بنغازي، حيث تعاني المدينة من انتشار القمامة في شوارعها بسبب توقف شركة الخدمات العامة عن نقل القمامة لعدم صرف مرتبات موظفي الشركة. نتابع. أكوام القمامة تكاد أن تغطي ملامح شوارع مدينة بنغازي، مشهد ليس بالجديد على شعب تعود على قلة الاهتمام وغياب الجهات المسؤولة في المدينة عن ذلك وعدم تناول الموضوع بطريقة جدية لإيجاد حلول جذرية أو مؤقتة. القمامة تسببت في انتشار الروائح الكريهة والناموس، مما زاد من معاناة المواطنين الذين يشتكون أصلا من انفلات أمني مع انتشار السلاح والمجموعات المسلحة بعد أكثر من 2.5 عام من رحيل معمر القذافي. وأبدى سكان المدينة استياءهم من انتشار القمامة التي ستؤدي إلى انتشار بعض الأمراض والحشرات الناقلة للأوبئة، فدائما المواطن هو من يدفع ضريبة أخطاء الحكومة. تعرضنا والله للبعوض والذباب والروائح الكريهة سبب بعض الأمراض لبعض الناس معانا في الأحياء هنا، خاصة العمارات المطلة على الشارع عندنا، في اللي صيبت عينه وفي اللي عنده ربو ما عادش يقدر يفتح الروشة، وكان فتحت الروشة الشبابيك هذين يدخل عليك الذباب والروائح الكريهة، برضو حتى الغسيل الملابس ما عادش عرفنا ننشروه في البلاكين. والله حتى الناموس غريب الشكل، الدبان غريب الشكل، يعني حرام بالله عليكم من يفطنونا. نحن رانا قاعدين في مدينة بنغازي، قاعدين في وسط المدينة، أطفالنا نسائنا عزيزنا شيابنا بالعمية يا أخي، ما نبيش نقول لكم باللغة العربية الفصحى باش تفهموني. راك أنت مسكن مدينة بنغازي تعسوا في الحالة المزرية، راه اليوم الشارع الشباب فتحوه بارك الله فيهم، كان مسكر لا 4 أيام ولا 5 أيام مسكر. تكدس القمامة بسبب إضراب العاملين بشركة الخدمات العامة للنظافة احتجاجا على تأخر مرتباتهم المستحقة من شهر ديسمبر الماضي، وفي ظل غياب الوعي البيئي لدى معظم السكان، إذ يقومون بحرق القمامة في الشوارع بجوار الأحياء السكنية مما يسبب تلوث بيئي وأمراض لدى المواطنين وتشويه المنظر العام للمدينة. منطقة حية، سكان في محلات خضراء، مطاعم، يلان، يعني في سنتر في نص بنغازي المنطقة دي. أنا كنت نحكي نقول إن حتى شركة خدمات الهم شهرين ولا 3 شهور ما خدموش، وقف عليهم مرتبات، سيبوا القمامة، معناها ما عندهمش وطنية، طلع العكس. موظفون يطالبون بصرف مستحقاتهم ويضربون عن العمل في محاولة منهم للضغط لتحقيق ذلك، ومدينة امتلأت شوارعها وشهدت أحياؤها بأكوام القمامة واسودت سماؤها تلوث، ومواطن يصحو على روائح القمامة المكدسة واستنشاق دخان الحرائق. هذه هي بنغازي بعد مطالبة بالحقوق وسلبية المسؤول. النشرة مستمرة وفيها بعد قليل. ربط منظومة الاتصالات بمكتب الجوزاء، فراغات بالإدارة الرئيسة بطرابلس. حكومة الوفاق الوطني تشكل لجنة لتسيير تنفيذ الترتيبات الأمنية.
جون كيري جهود إضافية لمحاربة تمدد داعش في ليبيا. والحكومة المؤقتة تعقد اجتماعا لمناقشة الأوضاع في منطقة الهلال المفتي. نرحب بكم من جديد إلى غات، حيث عقد اجتماع بحضور عميد بلدية المدينة ومدير مديرية الأمن الوطني وعدد من ضباط الجيش الوطني والشرطة. قرر فيه الحاضرون أو المجتمعون إعادة تفعيل البوابات للمجاهرة بالأمن في المدينة. خلال المتابعة الحثيثة للمجلس البلدي لبلدية غات للأوضاع الأمنية داخل البلدية، عقد اجتماع موسع مع الأجهزة الأمنية وكافة الأجهزة الأمنية بالبلدية لتدارس الأوضاع الأمنية داخل البلدية وتفعيل الأجهزة الأمنية من شرطة وجيش وبقية الأجهزة الأمنية حتى ينعم المواطن داخل البلدية بالاستقرار الأمني بالطمأنينة، لأن من أهم الأشياء اللي هو الاستقرار الأمني حتى ينعكس على الخدمات اللي بتقدم من قبل المجلس البلدي ومن قبل كل المنظمات اللي تأتي لبلدية غات يشعر بالأمان داخل بلدية غات. خلاصة هذا الاجتماع تنسيق التعاون وتوحيد الجهود بين الأجهزة الأمنية بالمنطقة لتأمين البوابات والمداخل والمخارج وجميع الأهداف الحيوية بالمنطقة في إطار التأمين وخوفا من أي اختراق لهذه الأماكن. أجرى فريق طبي من مستشفى مصرات المركزي خلال زيارته إلى غات الأسبوع الماضي أكثر من 40 عملية جراحية، وأوضح أحد أفراد الفريق الطبي أن العمليات الجراحية التي أجروها تنوعت بين عمليات استئصال مرارة وإصلاح فتق سرة وإزالة أكياس من رقاب مرضى وتجميل أذن البعض، إضافة إلى عمليات استئصال أخرى. Thank you.
قال عرف المبروك رئيس فرع جهاز الجوازات بمدينة غات أن فرق الصيانة الخاصة بتركيب منظومة الاتصالات بمكتب الجوازات فرع غات تمكنت من ربط منظومة المدينة بالإدارة الرئيسة بطرابلس لتبدأ بعد ذلك مرحلة تدريب العناصر المحلية بالبلدية بالعمل على هذه المنظومة، ذاكرا أيضا أن الفرع يستقبل أكثر من 120 مصورا لجواز السفر بشكل يومي. مد عملية صيانة فرع جوازات غات وصل فريق تركيب الأجهزة طبعا وباشروا في تركيب الأجهزة، وطبعا تم تركيب الأجهزة وتم ربطها بالإدارة الرئيسية طرابلس، وننتظر قريبا وصول الكاميرات التصوير إلى الفرع وتدريب العناصر التي يقومون بهذا العمل. ومعدل التصوير في اليوم تقريبا 120 جواز في اليوم. انطلقت بمدينة غات حملة جمعية أمرجة للتنمية والتي تهدف إلى إلقاء المحاضرات التوعوية لطلبة المدارس بالمدينة. الحملة شملت 5 مدارس ابتدائية بالبلدية وتركزت حول مخاطر تعاطي المخدرات وحدود السرقة في الإسلام، وكذلك محاضرات توعية حول الاحترام وحسن تعامل الطلاب مع زملائهم والأساتذة والتجديد على التعامل بصدق وأمانة في مختلف الأحوال والمواقف. المعلمين لابد أنك تسمعوا كلامه وتحسنوا تصرف. المعلمين الذين أسلموا في تلك هذه المحاضرات الستة سوف نستهدف فيها عدد من المدارس الموجودة ضمن نطاق منطقة غات إن شاء الله. اليوم بدينا بالمحاضرة الأولى اللي هي محاضرة الصدق والأمانة في مدرسة عثمان بن عفان، وإن شاء الله راح نواصلوا في سرد هذه المحاضرات في عدة مدارس. وصلت شحنة مساعدات مقدمة من جمعية الطاهر الزاوي إلى مدينتي مرزق وأباري، وتكونت شحنة المساعدات من سلة غذائية تشمل المواد التموينية وتزن كل سلة 32 كيلوغرام، وبلغ إجمالي الأسر المستفيدة نحو 7000 أسرة. نتقدم بفائق الشكر والتقدير والاحترام إلى مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي، فنتقدم له بفائق الشكر والتقدير ونتمنى له التوفيق. نشكر مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي على جهدها، وبارك الله فيهم وبارك الله في الخيرين. أقيمت بمدرج كلية الأداب جامعة سبها محاضرة عن الخطاب الإعلامي على العنف ودوره في تصعيد النزاعات، ألقاها الإعلامي عبد الله بو عذبة، وتناولت المحاضرة القوانين والتشريعات الحالية ذات العلاقة بالتحريض الإعلامي وضرورة تفعيلها بما يتناسب مع الواقع الحالي الذي تعيشه البلاد. وطالب المحاضر بضرورة خلق توازن بين حرية الإعلام والتعبير وحقوق الإنسان، وكذلك ضرورة إصدار ميثاق شرف للإعلاميين الليبيين بما يتيح وضع ضوابط لمعاقبة كل من يخالف الميثاق. خالفا وأجل مثلا مجلس في سبعة، مجلس في الشاطئ، مجلس موجه للمواطن، فإذا حتى للمواطنين أي حرية في الإعلام ما هي مسؤولة، ونادرهم ومشروع مدراء القنوات
وما هم عارفين الهدف التصريح. خالفت وأجلت مثلا مجلس في سرعة مجلس في الشعب. ونتمنى أن تكون هذه بادرة يعني يعني مناشط أكبر ولاحتفاليات أكبر ولمحاضرات أكثر في خصوصا في الجانب الإعلامي والجانب الثقافي التوعوي، لأن طبعا هي هذا الطريق القصير جدا جدا لإخراج البلد من هذه الأزمة. ما زالت النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. تصدير 600 ألف برميل من النفط الليبي إلى إيطاليا. الوفاق الوطني تشكل لجنة لتسيير تنفيذ الترتيبات الأمنية. جون كيري، جهود إضافية لمحاربة تمدد داعش في ليبيا. الحكومة المؤقتة تعقد اجتماعا لمناقشة الأوضاع في منطقة الهلال النفطي. أهلا بكم من جديد. أقيم أمس الأربعاء بالمسرح الثقافي بمدينة رجدالين اليوم الثقافي تحت شعار رجدالين أصالة الماضي وأفاق المستقبل برعاية المجلس البلدي ومكتب الثقافة برجدالين. وتخلل هذا اليوم العديد من الأنشطة الفكرية والفنية والأنشطة الثقافية بحضور عميد وأعضاء المجلس البلدي ومكتبي الثقافة برجدالين وجميل وعدد من الإعلاميين والشعراء والمهتمين بالأنشطة الثقافية. أفاد مصدر مطلع بمستشفى غات أن الطاقم الطبي الكوري المكون من 7 أطباء أبلغ إدارة المستشفى عن عدم تمكنه من تجديد التعاقد المباشر مع المستشفى بناء على توصية من الحكومة الكورية. الطاقم الطبي الذي تواجد لمدة 2 بدأ في التجهيز للمغادرة خلال الأيام القادمة. المصدر ذاته وصف مغادرة الوفد بالكارثية لكون الطاقم هو الوحيد الذي يقدم الخدمة الطبية لآلاف المواطنين في المنطقة، وقال إنه في حال مغادرته سيكون من الصعوبة بمكان متابعة تقديم الخدمات الصحية للسكان. قام عدد من شباب نادي الهلال الرياضي الثقافي الاجتماعي في سبها بتنظيم يوم ترفيهي وترويحي ضمن حملة نلتقي لنرتقي لتلاميذ مدرسة اليرموك للتعليم الأساسي لتهيئتهم لأجواء الامتحانات الفصلية. وشارك تلاميذ المدرسة في ألعاب جماعية وفقرات غنائية بإشراف شباب النادي. وقال رحوم حبيب المشرف على الحملة إن مناشط مختلفة تم تنفيذها وصاحبت حلة هذا اليوم، منها دوري لكرة القدم ومعرض الرسومات الحائطية للتلاميذ. تداعينا ورأينا أن فترة طبعا الأسبوع الماضي كان عندنا فترة صباحية مناشط عامة كيف نغيروا جو الطلبة قبل الامتحانات. طبعا الطلبة بدأت امتحاناتها في الأسبوع هذا فترة الامتحانات بالنسبة للفترة الإعدادية والثانوي
فحبينا نقدم لهم شيء يغير يروح عن نفسيتهم شوي ويغير نفسيتهم بحيث انه يخش الطالب مهيئ للامتحان بحيث يعني يجاوب ويتحصل على اللي هي درجات اكثر ويغير من نفسيته. وطبعا والحمد لله يعني فضل من الله انه وصلنا للهدف المرجو منه. وفي سبها أيضا حيث تبرع أحد المواطنين بقرابة 30 كتاب بعناوين مختلفة لأحد المقاهي في وسط المدينة، حيث يعتزم ملاك المقهى تحويلها إلى مقهى ثقافي ومكتبة للقراءة. وناشد أسامة سالم مالك المقهى الجهات المعنية بالشأن الثقافي بدعمهم من أجل إنجاز مشروع تحويل المقهى إلى مرفق ثقافي وروق للأدب والثقافة والفن على حد قوله. ولقد فكرة تحويل المقهى إلى مرفق ثقافي قبولا واستحسانا من مختلف الفئات والشرائح من رواد المكان. خصص تاريخ المشروع من مناطق دمرت بالعالم. تبرع من هذا الشخص 20 عنوان أو 30 عنوان في المهن شيء يعتبر أن في النهاية بكل بارك الله فيه، ولكن أيضا نتمنى أن تعم هذه الفكرة على كل مكان في سبها وعلى مقاهينا في سبها وتصبح مكان للثقافة ومكان للأدب ومكان للرقي بالمجتمع. يعني ونتمنى الدعم يعني يكون باش نحول المقهى لشيء أفضل وشيء آخر ونضيفه حتى أعضاء للمقهى ويكبر المقهى وموسيقى ويكون يعني شامل لكل أنواع الثقافة كموسيقى كحتى رياضة كرسم يعني جميع الأنواع إن شاء الله كحتى كتاب وشعر. انطلق أمس الأربعاء مشروع المكتبة المجانية المصغرة في شوارع وحدائق مدينة زوارة، ويهدف المشروع لنشر ثقافة القراءة وتداول الكتاب بشكل مجاني، حيث تم إنشاء 6 مكتبات بالإضافة إلى مكتبة مخصصة للأطفال وصندوق تبرع بالكتب، وكذلك توزيع مجموعة من الكتب والمطبوعات تم اختيارها من إدارة المركز. ويتطلع مركز زوار الإعلامي الراعي الرسمي للمشروع للمساهمة في إنجاح هذا المشروع ونشر الثقافة والمعرفة، وذلك بالالتزام بلوائح المشروع المتمثلة في استرداد الكتاب بعد الانتهاء من قراءته، علما بأنه لم تضع أي قيود أو شرط للاستعارة للتسهيل على القراء وتحفيزهم على المطالعة. قالت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس إن إنتاج ليبيا من النفط الخام ما زال أقل من 400 ألف برميل يوميا مع الهجمات التي تعرضت لها مرافق نفطية الأسبوع الماضي. وقال المتحدث باسم مؤسسة النفط محمد الحراري إن إنتاج النفط الخام أقل من 400 ألف برميل ولم يتغير. يذكر أن إنتاج ليبيا من النفط تناقص إلى أقل من ربع ذروته البالغة 1,600,000 برميل يوميا والمسجلة عام 2011. وصلت الناقلة ميركس جدة إلى ميناء البريغا البحري لشحن كمية من النفط الخام الليبي. مساعد مدير إدارة تشغيل فرع الشركة الليبية للموانئ بميناء البريغا البحري عبد العظيم بوخمادة قال إن الناقلة التي ترفع العلم السنغافوري دخلت الثلاثاء إلى رصيف الميناء، وأوضح بأنه من المرجح
أن الناقلة ستشحن كمية وقدرها 600 ألف برميل وجهتها إيطاليا. هبطت أسعار عقود خام برنت القياسي العالمي أثناء التعاملات أمس الأربعاء تحت 30 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل 2004، وهوى برنت إلى 29 دولار و98 سنت للبرميل، وهو أدنى مستوى له في جلسة في أعقاب بيانات أظهرت زيادات أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين والديزل في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وقعت عدة انفجارات وتبادل لإطلاق النار في وسط العاصمة الإندونيسية اليوم الخميس، وبحسب تصريحات الشرطة فإن انتحاريا نفذ انفجارا واحدا على الأقل من الانفجارات، كما ذكرت وسائل الإعلام أن 6 قنابل انفجرت وأن 3 قتلى وقعوا نتيجة الانفجار. أحد الانفجارات وقع في مقهى، وجاء في الحساب الرسمي للشرطة جاكاترا على تويتر أن انفجارا وقع أمام مركز تجاري يقع على طريق الرئيسي بالمدينة. Sesuatu yang bisa melukai dan juga mematikan, ya itu sudah siap sekali. Makanya mereka bukan, ya betul, ini sudah ada sih keberanian-keberanian sebelumnya mereka lakukan, seperti aksi penyerang mereka lakukan. Ya, hanya ini mungkin kombinasi antara bom dan serangan. Ya. Kombinasi bom dan serangan. Ya. Sungguhnya kalau di sini, ya jangan lupa ancaman lewat YouTube. Yes. Ya, ada beberapa kali mereka menyiarkan. Ya, ada yang bahwa di Indonesia sudah ada operasi ISIS, terutama di daerah poso. Dan, ini, dan inilah masih akan kami konfirmasi lagi, ada informasi di Sleepy, Kuningan, ya. Cikini. Iya, nah makanya pada kejadian bom Paris itu kita semua mengkhawatirkan. الفنان محمد حسن يعتبر من أبرز نجوم الفن في ليبيا، حيث قدم الكثير من الأغاني والألحان المميزة في ليبيا والوطن العربي. بعد غياب 5 سنوات ها قد عاد إلينا عملاق الأغنية الليبية المبدع الكبير محمد حسن في أغنية قد الشوق اللي في الدنيا مشتاقين، من كلمات الشاعر محمد الميمة. وما أن نزلت الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي حتى لاقت انتشارا واسعا ونجاحا كبيرا، كما عودنا الفنان محمد حسن بألحانه الليبية وروايع أغانيه. فما أن يغني أغنية ويلحن كلماتها تجد أغانيه تحتل الصدارة في قلوب محبيه الليبيين والعرب، وتجد أغانيه في أغلب أنحاء العالم، وكأنه رمز لهذا الوطن الجريح. ويبقى الفن والإبداع خالدا مهما غاب مبدعوه. يجتمع نجوم مسلسل فريندز مجددا على قناة NBC، حيث سيظهر كل نجومه المشهورون في لقاء خاص 21 فبراير لتكريم المخرج جيمس، أسطورة التلفزيون الذي أخرج 15 حلقة من مسلسل فريندز. وأعلنت قناة NBC الأمريكية في بيان لها أن اجتماع الأبطال الست للمسلسل لا يعني عودتهم مجددا كما يتمنى كثير من عشاق المسلسل. Money, lots and lots of money. No, we're friends. We're, I mean,
ترصد صفوف الزبائن الأمريكيين الراغبين في شراء تذاكر اليانصيب التي تعد جائزته هي الأعلى في العالم طوال ساعات أمس وفجر اليوم، أملا في تحقيق الفرصة المحدودة للغاية للفوز وهي 1 مقابل 292 مليون. ولم يسفر السحب الأخير الذي جرى في 9 من يناير عن فوز أحد بالجائزة الكبرى، والتي تتطلب أن يختار اللاعب 6 أرقام تكون هي نفسها التي يتم سحبها للفوز بقيمة جائزة البربول المقدرة ب 1.5 مليار دولار. وستتقاسم الحكومة الجائزة مع الفائز، حيث ستحصل على 39.6% من قيمة الجائزة كضرائب دخل فيدرالية، بالإضافة إلى أي ضرائب محلية تفرضها الولاية التي يقيم بها الفائز. والآن هذه نظرة على درجة الحرارة لعدد من المدن الليبية. انتهت النشرة إلى العناوين. حكومة الوفاق الوطني تشكل لجنة لتسيير وتنفيذ الترتيبات الأمنية. جون كيري: جهود إضافية لمحاربة تمدد داعش في ليبيا. والحكومة المؤقتة تعقد اجتماعا لمناقشة الأوضاع في منطقة الهلال النفطي. نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.